سامسونج جالكسي زد فولد 3 وليش باخده معي بكل رحله؟ هسه رح تعرفوا ليش. الفولد هذا الثاني من سامسونج انيق يا اخي. هذا المكتب فيه كل ملاحظات، شوف لما تفتح هيك تعمل شاشتين تقدر، يعني احلى إشي فيه انه بقدر اعمل شغلتين بنفس اللحظه. الفليكس مود هو احلى إشي انا بحبه فيه، لانه بتقدر انت بتعمل مونتاج بنفس الوقت تحضر يوتيوب تحطه زي هيك. خلينا نحكي عن فخامه هذا القلم، فخامه هذا التلفون وسهوله كتابه الملاحظات وانت في اي مكان. تعرفوا أكتر مين جوال؟ أنا؟ رح أخذكم معي يوم بيوم. How can I throw my face? It's okay. خطوة خطوة ببرنامج الجديد. Ready? لا مشاكل. Oh my god! Mom! مواقف بتضحك. تان 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 تان. أشياء غريبة. وكتير من مفاجآت معي ومع عائلتي على شاهد VIP. يا شمس الدنيا والقمر أنا أدفع شبابي والعمر لو يرجع ضمّا واعتذر وشوف السوّر
كيفكم؟ كيف اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. جاي ده اقول لكم حاجه، واتمنى بجد كلكم تقتنعوا بها، او يعني اظن انه انتم كلكم مقتنعين بها، لكن عاوزاكم تقتنعوا اقتناع زياده واقتناع تام. يا هون ما في حاجه مستحيله، خليكم عارفين انه ما في حاجه مستحيله نهائي، وما في حاجه بعيده من ربنا. اي حاجه انتم بتتمنوها، اي حاجه عاوزين تصلوا لها، اي حاجه انتم خاتمينها في راسكم وشايفين انه هي الحاجه دي بعيده شديد والحاجه دي هي مستحيل انها تحصل، ايا كانت الحاجه السبب اللي خلاتكم مستحيل، سواء كان ظروف سواء كان لا بلا بلا اي حاجه، الحاجه دي حتى يعني حتلقوها وحتحصل وحتبقى حقيقه. اليوم كيكة الموز بكريمة البندق والكاكاو. جربوها وبالعافية. We'll be right back.
لما بحكي في العالم فقصدي في العالم كله. هذه القناة ما بنمزح فيها. بحثت ووجدت انه في ناس سبق عملوا اكبر اطباق بالبيض لكنها بتكون عبارة عن اومليت ياباني او اومليت فرنسي، لكن ما حد سبق عمل اكبر بيضة مقلية. احنا اول ناس. فيلا بينا نشتري المكونات. حاليا انا بسوق زي السلحفات لاني خايفة اكسر البيض. يمكن راح اختفي عنكم لان بلغت الاداره قلت لها ان انا مو قادر ان اوازن صراحه، يعني لان عندي مرات وايد لازم اخلصها. ف قلت يعني من الحين اقول لكم عشان هم نتيجه حتى لو تظل الرفعه كذي هم بعدك يعني، بس معلش هو لان هني حاطين ستيكرز فمقروم الحاجب، تخيلوا مع حاجب كامل قسما بالله خشده. يلا تعالوا معاي خلنا اسولف لكم عن مجموعه. راح نسوي مسابقه حلوه جميله. الحين اخوي الدك قاعد يضبطها. هلا ابو محمد. حاضرين. بس قاعد يقول لي ابو خالد زيد فلوس. حاضر والله راح احط شيء زين شيء يليق فيكم. سيارة قموري وصلت. ليش سيارة قموري؟ ما شاء الله هي وعاملاتها كثير، فمن أول باخذ سيارة تكفيهم يعني المشاوير قموري الحضانة. لو بطلع معاهم صورت لكم وانتوا قلتوا لي إنه أحلى شيء هذه السيارة كسيارة عائلية توها واصلة. هذا الله يستر على السيارة من قموري. بكرة حلقة هذا كله مناكير وكله ألوان فداها. انت الحب اللي بيدفي لما تبرد لما تطلي من دي.
عدم الله أجرنا، عدم الله أجر المغاربة كلهم. الله يرحم، ما رحمه كان أحد رب العالمين، راح لحياة أفضل، لحياة أفضل. سأداته غير قبل الله سبحانه وتعالى، سأداته الله يصبر أهله، يصبر الجميع. تنشكر كل شيء، تنشكر الأمة العربية كلها اللي ده. الله يحفظ وليداتنا، الله يحفظ وليداتنا. الفراق صعب بزاف، الفراق صعب. تخيلوا هذا ماشي ولدنا، ماشي والو. شوفي كيفاش درنا، شوفوا كيفاش درنا. يا ربي يا ربي يا ربي، الله يقدرني يا ربي يا ربي يا رب. انا ناوي ان شاء الله باذن الله، انا والوالد ديالي والعائله ديالنا، نبني ان شاء الله باذن الله مسجد في المنطقه ديالهم. عزيز اللي انا قاعد اخليك تختار لي الالعاب، قرر اليوم يا جماعه انه يسوي لي ثلاثه العاب عشوائيه ولكن كلها مرعبه. هي فجاه بوف ثلاثه العاب عشوائيه مرعبه. فكالعاده اللي مع السلسله هذه راح نجرب ثلاثه العاب بشكل سريع عشوائيه. نهايه المقطع راح تكتب انت ايش احلى لعبه من الثلاثه العاب بالنسبه لك، وراح اقول لكم ايش احلى لعبه لعبتها. بسم الله، خلونا نبدا مع اول لعبه. لا تنسى اللايك والاشتراك. هذه اذا بقينا احياء في هذا المقطع اوفر صح. لازم كذا تسوي جو للمقطع، فهمتوا؟ رعب وكذا. ايش تبغى اقول يعني؟ يلا اليوم رعب. يلا بسم الله نلعب. يلا ما ينسى يا جماعه. شوفوا اللعبه الاولى، هذا الوصف كان حقها يا جماعه لما ترجمته. الزياره الليليه هي تجربه رعب قصيره على بي اس اكس. شو بي اس اكس؟ الله وحده اعلم، انا ما ادري ايش هو، ولكن معلنا في وقت متاخر من الليل قررت استكشاف هذا المنزل المهجور المجهول. يدفي اللي انت لابسته. اختيارك والله حلو. كنا بنروح المطعم اللي عندنا في المجمع ورفضوا البنات، قالوا هنا كلنا مستر. قلنا يلا هنا بيك فان اوف ستاربكس. ايه ان شاء الله باجي اشتري منه. الا والله حلو، والله يجنن. الملابس اوه، شوفي تعالي وقفي هنا اصورك. شوف الله يجنن صح، شايفين الحركة؟ واو اجلسي هنا رؤى، يهبل. اجلسي هنا واصورك، يا جمال المنظر.
كذا يبغالك صورة كذا. ناظرين أنا وكتكوتاتي قررنا إن نتغدى هنا تشيبوتلي. أنا هنا شايفين رز مع بيف حركات وروعة وربع. الحمد لله يا ربي، لكن أنا أحذرك ترى أنا ماسكة خيوط قسما بالله العظيم، لو تجيبين سيرتي مرة ثانية حتى لو بمسجات مقطوعة على قولتك تسوينها لنفسك راح تدفعين الثمن غالي، راح أألمك على قولة يعقوب. عجبني كلامه، يعني مصطلح حلو الواحد يستخدمه، يقول راح أألمكم، أي أحد يتجاوز معي راح أألمه. فكل واحد يحط لسانه بلهاته وألعابه يخليها لنفسه، لأنه يعني الوضع خلاص وع، صار الموضوع وع وع على قولتها، وع وع عليك أنتي.
السايس. لا عدلي السن عدلي السن. دي وظيفة ولا بلطجة؟ كم يا باشا؟ انت وزوجك. ها؟ يعني مثلا في اليوم 1000 جنيه. ليه بندفع فلوس للسايس؟ سؤال انا شخصيا معرفش اجابته. لحد دلوقتي عندي نفس المشكلة دي من زمان جدا. انا من الناس اللي بتدفع فلوس ومش عارف انا بدفع فلوس ليه. دلوقتي احنا في مقرن عبيد بالتحديد داخلين على السراج سيتي مول. منطقة السراج هي منطقة فيها سياس كتير. مين معينهم طبعا معرفش. او هل هما تبع المول ولا لا. برضو هنعرف الكلام ده. فخلينا كده نخش عليهم ونشوف. اول بقى ما تخش الشارع ده بتبدأ بقى ايه تلاقي صف السياس هنا في الشارع. الشارع كله. الشعور اذا كنتي انت متخذه القرار فانبسطي فيه 1000% انبسطي فيه.